السادس عشر من يناير. في مثل هذا اليوم من عام 929، عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين ومؤسسا لخلافة قرطبة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1835، تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية. في مثل هذا اليوم من عام 1943، الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1953، حل الأحزاب السياسية في مصر، وتعود البداية الحقيقية لنشأة الأحزاب المصرية لعام 1907، حيث تم إنشاء الحزب الوطني الثاني على يد الزعيم المصري مصطفى كامل، والذي كان دافعاً إلى نشأة أحزاب أخرى جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني كحزب الأمة، والذي أسسه أحمد لطفي السيد. ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلى تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء. وفي مثل هذا اليوم من عام 1991، انتهاء مهلة الأمم المتحدة لانسحاب القوات العراقية من الكويت وبدء حرب الخليج الثانية ضد العراق. وفي مثل هذا اليوم السادس عشر من يناير من عام 1989، اليمن يقترب من حلم الوحدة المباركة، حيث أصدر الرئيس علي عبد الله صالح القانون رقم 1 بالموافقة على الاتفاق المشترك الذي وقعته حكومتا شطري اليمن، وهو الاتفاق الذي مهد لتوقيع اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر وفتح الحدود الشطرية أمام المواطنين للتنقل بحرية. وفي مثل هذا اليوم السادس عشر من يناير من عام 2006، الرئيس علي عبد الله صالح في زيارة للكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح، والذي أعقبه اتصال لخلفه صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه قيادة الكويت الشقيق.